ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة ليصبح الطقس معتدلاً في ساعات النهار وأجواء باردة ليلاً، وتفاصيل هذه النشرة بعد هذا الفاصل. أعزائنا متابعين طقس العرب، أسعد الله مساءكم. من المتوقع بمشيئة الله أن تبقى المملكة تحت تأثير المرتفع الجوي لتكون الأجواء مستقرة في معظم مناطق المملكة، ولكن هذا لا يمنع من وجود فرص لزخات متفرقة من الأمطار على حائل والقصيم بمشيئة الله. أما فيما يخص درجات الحرارة، وكما نشاهد هنا من خرائط درجات الحرارة، من المتوقع أن تبقى الأجواء معتدلة في معظم مناطق المملكة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة في المناطق الشمالية والشمالية الوسطى لتكون بذلك أعلى من معدلاتها المعتادة نسبة لمثل هذا الوقت من العام، والأجواء تكون بشكل عام باردة في ساعات المساء. أما فيما يخص الرطوبة النسبية، فمن المتوقع أن ترتفع الرطوبة في المناطق في المنطقة الشرقية، وتحديدا هنالك فرصة لتشكل الضباب في المناطق القريبة من الحدود الكويتية. أما فيما يخص هذه الليلة في العاصمة الرياض، فالأجواء صافية، درجة الحرارة تصل إلى 9 درجات مئوية، وسرعة الرياح تصل إلى 9 كيلومترات في الساعة. وفي 3 أيام القادمة وفي عطلة نهاية هذا الأسبوع، درجات الحرارة تتراوح نهارا ما بين 19 إلى 21 درجة، وأيضا ما بين 11 إلى 12 درجة في ساعات المساء في العاصمة الرياض. ننتقل لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة في باقي مناطق المملكة، ونبدأها من سكاكا. 19 إلى 9 درجات في عرعر، من 16 إلى 7 درجات، وفي تبوك من 21 درجة مئوية إلى 8 درجات في ساعات المساء. في مكة احتمال لزخات من الأمطار من 29 إلى 20، في الطائف من 22 إلى 12، في المدينة المنورة أجواء مشمسة من 27 إلى 17، وفي جدة من 29 إلى 20 درجة مئوية مع وجود غيوم متفرقة. في أبها من 20 إلى 10 درجات، في الباحة من 17 إلى 12 درجة، وفي جازان من 30 إلى 24 درجة مئوية وهنالك غيوم متفرقة أيضا. في الدمام أجواء مشمسة من 20 إلى 12، في الإحساء من 19 إلى 11، وفي حفر الباطن من 17 إلى 10 درجات مئوية، وأيضا الأجواء مشمسة في معظم المناطق. كذلك الرياض من 19 إلى 11 درجة، وفي بريدة من 18 إلى 11 درجة، وأخيرا في حائل من 19 إلى 10 درجات مئوية. كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب. إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله.